منصور الحربي، حربي في العرضية، الحربي العرضية، أو محمد أمان حارس المرمى فنيان يشيلها لكن ما راحت، ما راحت، راحت، راحت للجاسم، تيسير الجاسم لكن في راية، في قرار، في راية من حكم المباراة إذن عبد الرحمن العمري، اعتبره في خطأ، يلغي بداعي ربما. شوف فيكتور سيمونز هنا، هنا مع ايضا هنا والتسديده، فيكتور سيمونز مو متسلل، لكن يبقى القرار لحكم المباراه. لكن في هذه اللحظات عبد الرحمن العمري ينهي احداث شوط المباراه الاول بتقدم للاهلي بهدفين لا شيء، تعاون مع هدف ثالث ملغى بحسب ما الغاه قبل قليل هو عبد الرحمن العمري. لكن اعزائي المتابعين المشاهدين لدوري